سيداتي والسادة، طابت أوقاتكم. نجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نبض البلد الذي تشاهدونه على الهواء مباشرة، ويرحب دوما بمشاركاتكم التفاعلية عبر هاتف البرنامج، بريده الإلكتروني وصفحته على الفيسبوك. تتابعون معنا في هذه الحلقة: استقالة العدوان خرزة أخرى تسقط من مسبحة البخيت، مؤتمر شباب البحر الميت جدار الطموحات ومعاول التوصيات، لقد تشرفت بالعمل في حكومة الدكتور معروف البخيت وطاقمها الوزاري الذي خبرت فيه الوطنية وصدق الانتماء والإرادة في الإصلاح ومواجهة الفساد وإشاعة العدالة، لكن يبدو أن قوى الشد العكسي وأنصار الفساد والمفسدين والمضللين لهم الصوت العالي والقدرة على إجهاض كل إرادة وطنية مخلصة وصادقة، وهذا ما أحذر منه، لأنني أرى موجات من أبناء هذا الشعب الطيب ينساقون بحسن نية إلى صفوف المعادين للإصلاح. هذه الجمل ليست إلا عبارات مستقاة من كتاب استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، الذي قدمه صباح اليوم لرئيس الوزراء معروف البخيت. حول هذا الموضوع نطرح التساؤلات التالية: هل قدم العدوان استقالته لأسباب تتعلق فقط بعزم الحكومة طرح مشاريع قوانين من شأنها الاعتداء على الحريات الصحفية ممثلة بقانون المطبوعات والنشر كما جاء في كتاب استقالته، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ ألا تشكل هذه الاستقالة الثالثة ضربة أخرى لحكومة البخيت من شأنها أن تضع مصير الطاقم الوزاري في مهب الريح؟ وما هي تفاصيل قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي سيعرض على استثنائية النواب؟ هل هو مجحف حقا بحق الحريات الإعلامية؟ ومن الذي يقف وراء وضعه بصورته الحالية وتمريره لدورة النواب الاستثنائية؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفنا سعادة النائب جميل النمري. أهلا بك سعادة النائب. أهلا وسهلا بك. والكاتب والمحلل السياسي في جريدة الدستور الزميل ماهر أبو طير. أهلا بك أستاذ ماهر. مساء الخير. أهلا بك. والحقيقة يعني تفاجأنا صباح اليوم باستقالة وزير الإعلام. أترك لك التعليق بداية أستاذ جميل على هذه الاستقالة. نعم، فوجئت أيضا أنا بالاستقالة، ولكن نصف مفاجأة، لأنني كنت قد رأيت الأستاذ طاهر قبل بيوم، وللحقيقة الحقيقة والتاريخ هو قال لي أنه إذا أدرجت مشاريع القوانين التي أشار لها والتي يرفضها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية فهو لن يستطيع الاستمرار في الحكومة، ويبدو أنها أدرجت، وفي اليوم التالي قدم الأستاذ طاهر استقالته بالفعل. نحن نأسف كثيرا لهذه الاستقالة، لأننا نرى في الأستاذ طاهر ممثلا أمينا وصادقا للإعلام وللصحفيين، لحرية الصحافة، للمهنية، للاستقامة وللأخلاق في العمل الإعلامي والصحفي. نخسره كوزير أخذ دائما وباستمرار موقفا واضحا وطنيا ديمقراطيا ملتزما بالحريات الإعلامية. هذه خسارة، وآمل أن يتم استخلاص الدرس المناسب منها، وهو أنه لا يجوز إسقاط مشاريع قوانين من هذا النوع وبهذه الطريقة على الحكومة ومجلس النواب والرأي العام. نعم. أستاذ ماهر، هل تقرأ الاستقالة بذات الطريقة اللي بقرأ فيها أستاذ جميل؟ يعني بتفق أنا يمكن في بعض الكلام، ولكن اختلف في جوانب كثيره بشان استقاله الاستاذ طاهر العدوان. اعتقد انا من حيث المبدا، انا بالنسبه لي شخصيا لم افاجئ باستقاله الاستاذ طاهر العدوان. كان هناك اشارات شكوى كثيره من السيد طاهر العدوان خلال الاسابيع القليله الماضيه حول اداء الحكومه، وكان هناك عدم انسجام بينها وبين الرئيس، وهناك معاتبات جرت بينها وبين الرئيس بشان موقف الاعلام الاردني من الحكومه. كانت اهم اشاره برايي ليست الاستقاله، ولكن ذهاب الوزير طاهر العدوان الى مكاتب وكالة الأنباء الفرنسية للاعتصام تضامنا مع السيدة رندا حبيب، وهو موقف جريء ويسجل له، ولكنه كان يسجل رسالة حادة تختلف مع نمط كان سائدا في ذلك الوقت قبل أيام. أنا يا سيد عزيز أعتقد أن قصة السيد طاهر العدوان تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فرقا كبيرا بين الإعلامي والكاتب الصحفي والرئيس التحرير وبين من هو في موقع المسؤولية، وأن على كل كاتب صحفي أو رئيس تحرير أو من يتولى موقع إعلامي أن لا يذهب إلى أي موقع حكومي، لأن الموقع الحكومي محرقة للكاتب الصحفي أو لرئيس تحرير أو لأي شخصية إعلامية. أنا أعتقد أن استقالة الأستاذ طاهر العدوان تثبت حجم نظافة الشخص والرجل
وهو كان نصير للإعلام أيضا وللأسرة الصحفية، ولكن استقالته ارتبطت بعوامل أعمق بكثير من قضية قانون المطبوعات والنشر فقط على ما فيه من مواد خطيرة سوف تأتي. أنا أعتقد أن السيد طاهر العدوان استنتج بذكائه الإعلامي والسياسي أن الحكومة في طريقها إلى السقوط في مجلس النواب بسبب ملف الكازينو. ملف الكازينو الذي سنراه تحت القبة سيؤدي إلى سقوط إحدى السلطتين. إذا سكت النواب على ملف الكازينو وقاموا يعني بضبضبة هذا الملف فسوف يسقط مجلس النواب ويتلقى الضربة الأخيرة، وإذا باشر مجلس النواب دوره كما يجب فهذا سيؤدي إلى سقوط الحكومة. يعني إذا سقطت حكومة البخيت استقال هو قبل أن تستقيل الحكومة. إذا سقطت حكومة البخيت تحت وطأة ملف الكازينو وبسبب خطا حكومه البخيت في في حكومته الاولى، لربما العدوان سال نفسه، هذا مجرد استنتاج ليست معلومات، نعم، لماذا يحمل كلفه سقوط الحكومه تحت وطاه الكازينو وهو ليس له علاقه بها؟ هذا احد الاسباب التي قد لا تعلن، ولكن هناك بالتاكيد حزمه كبيره اجتمعت كلها لتصل الى الذروه في قضيه قانون المطبوعات والنشر الذي لم يقر اعتقد بالمناسبه في مجلس الوزراء، نعم، وفوجئ به على جدول الحديث عن الثلاث قوانين انها لم تقر في جلسه مجلس الوزراء، نعم، واقرت فيما بعد. لكن استاذ جميل، اليست الاستقالة الآن ضربة للحكومة وهي مقبلة على دورة استثنائية لمجلس النواب؟ بالتأكيد ضربة للحكومة، وهي تحمل الحكومة فوق ما لديها من متاعب مثل قضية الكازينو وقبل ذلك قضية شاهين واستقالة وزيرين أو إقالة وزيرين على خلفية تلك القضية. الحكومة مثخنة بالجراح والآن سهم آخر يوجه لها، ولكن حذاري من افتراض أن هناك مصلحة عامة في إسقاط الحكومة، أو أن ينتشل البعض منتصرا بأننا أسقطنا الحكومة، أو أن ترتفع الآن المطالبات بإسقاط حكومة البخيت ويعتبر البعض في معركة دون كيشوتية أننا أسقطنا الحكومة، لأن القضية الآن هي الإصلاح وليس تبديل الحكومات. من هذا الجانب أنا ما كنت أتمنى أن يستقيل العدوان، ولكن هناك قضية واضحة ومحددة، وأختلف هنا مع صديقي الأستاذ ماهر في أن العدوان قفز من المركب الغارق، لأن هذا ينطوي على نوع من الانتهازية يعني، وهو أشار إلى عبارة مهمة يعني في رسالته، في رسالة الاستقالة، لا مش في رسالة الاستقالة، بحكي الأستاذ ماهر قال إنه الحكومة يعني معرضة للسقوط وبفعل قضايا خطيرة مثل قضية الكازينو وشاهين، فهو يعني شخص زي الأستاذ طارق بيقول ما الذي يجبرني أن أنتظر لكي أسقط مع الحكومة محملا بهذا الإرث السيء، ولذلك يخرج نزيها نظيفا قبل يعني. هذا في الواقع يعني يحمل نوعا من التهمة الانتهازية، ليس انتهازية لا. على كل حال إيش ذنبه هو يتحمل كلفة ملف ليس له ذنب أن يحمل كلفة ملف ليس بحكومة الحالية، حكومة سابقة الأولى. هو طيب، هو مع ذلك هو يعرف، وإحنا متفقين أنه شخص نظيف ويخاف على رصيده. أنا بدي أقوله أنه حتى نضع الأمور، لأنه هذا التحليل متماسك نسبيا يعني يمكن أن يفسر طبعا أو يقدم كتفسير لاستقالة طاهر العدوان، ولكن هو أصلا شارك في حكومة البخيت رئيسها والبخيت محمل بإرث الحكومة السابقة. قضية الكازينو ما هي مطروحة من زمن حكومة سمير الفاعي، وألقت بظلالها على شخص البخيت في زمن حكومة سمير الفاعي أثيرة، صح؟ نعم، ولكن حكومة البخيت 2007 تحملت وزر الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية، ولكن أتى معروف البخيت الآن بوصفه حلا بديلا بعمقه الشعبي، الانتماء للطبقة الوسطى، تبني برنامج ليس برنامج الليبرالية الجديدة والليبرالية الاقتصادية، وهكذا في مرحلة في حالة من الاختناق الشعبي أو الأزمة المستفحلة. فطاهر العدوان وآخرين وحسين جلي ومازن الساكت والآخره من هاي الرموز اللي تاريخيا لها مواقف وطنية وقومية، نعم، وشعبية اجتماعيا، هؤلاء كلهم شاركوا في حكومة معروف البخيت انطلاقا من برنامج هو رؤيته. والبخيت أذكرك بأنه صاحب نظرية الطريق الثالث الاقتصادي، ما بين اقتصاد السوق الحر ما بين الاقتصاد المركزي أو الاقتصاد الاشتراكي. إذن هو وافق على المجيء على حكومة البخيت بما يعرفه
من إرث سابق لحكومة البخيت في الماضي. الآن صحيح حدثت قضايا مثل شاهين إلى آخره، ولكن أنا في تقديري لو لم تطرح هذه القوانين الثلاثة الخاصة بقضايا الإعلام لما استقال العدوان بسبب قضية الكازينو أو غيرها، يعني خوفا من أن المركب يوشك أن يسقط. ممكن أن أحط هاي، ولكن هو كان سبب واضح، وأنا للحقيقة رأيته قبل الاستقالة وكان بقوله كان متضايق، قول إذا أدرج التايعة الاستثنائية راح يستقيل. لو لم تدرج أنا أعتقد أنه ما كان راح يستقيل، لكن لو لم تدرج هذا على لكن سماهر إضعاف الحكومة وهي داخل على دورة استثنائية، ودورة استثنائية الجميع متفق أنها صعبة على هذه الحكومة. يعني مش بشكل برضو ضربة للرئيس اللي أعطى ثقة. نعم أنا بعتقد أن توقيت استقالة الأستاذ طاهر عدوان توقيت حساس جدا، يعني عشية انعقاد النواب وتوقيت تتساقط فيه حجارة المعبد، فجاءت هذه الاستقالة من شخص له شعبيته وشخص محترم ونظيف وله اتجاه سياسي ما بيقدر حد يشكك فيه، لا في دوافعه ولا بشخصيته ولا بنظافة يده ولا بأي اتجاه لطاهر العدوان. نحن مش مختلفين على هذا الأمر، ولكن إذا قرأنا استقالته سياسيا فهي أخطر بكثير من استقالة وزير العدل ومن استقالة وزير الصحة، وهي أيضا يعني محترم السيد جميل فيها إدانة غير مباشرة للنواب، لأن طاهر العدوان كإعلامي أساسا استشعر مسبقا أن لو أن هناك أدنى مراهنة على مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب بالدفاع عن الحريات الصحفية وعن الإعلاميين وعن المؤسسات الإعلامية لما استقال، وكان بإمكانه أن ينتظر أن يقوم النواب بإفشال هذه التعديلات وأن يحمي النواب الحريات الصحفية. ولذلك إذا حللنا استقال طاهر العدوان بعمق بقدر ما فيها اعتراض على نمط الحكومة وعلى أداء الحكومة، فهي فيها رسالة غير مباشرة للنواب وفيها إدانة غير مباشرة مع احترام الأستاذ جميل للنواب، لأنه يعرف أن النواب سيكونوا عاجزين عن رد هذه التعديلات، ولذلك استبق النواب عاجزون. شكرا لاحترامك. النواب عاجزون على دفاع الحرات الإعلامية. لا أنا لا أتفق مع ذلك. أنا أعتقد أن النواب في كل المحطات الرئيسية أظهروا شجاعة وحزم واستعداد للمواجهة، ونبدأ من قصة الكازينو. طيب لماذا لم ينتظر طاهر العدوان النواب ليرد القانون إذا هو عنده الثقة الكاملة وهو يعني على اتصال أكيد مع النواب؟ ليش هو ما استنى سؤال مشروع ترده. أنه طيب إذا هذا المشروع مطروح هو يستنى يقول للنواب أو بالاتصال مع النواب ورجونا همتكم وردوا القانون. نعم، ولكن أعتقد أنه هذا يضع طاهر العدوان في موقف صعب جدا، يعني أخلاقيا من الصعب على وزير تقدمت الحكومة بمشروع قانون أن يجلس أمام لجنة التوجيه الوطني اللي أنا أترأسها وهي التي ستبحث قانون مطبوعة الجديد ويحرض وهو الحكومة اللي جايبنا القانون يقول ترى دير بالكم ردوه، يعني ولذلك هو مضطر راح يكون كممثل للحكومة أن يقدم القانون ويدافع عنه، ولذلك هو سيجد نفسه في موقف مستحيل وهذا يبرر الاستقالة. أما أنه يعتقد أنه النواب راح يردوه ولا لا، أنا لم أسمع من الأستاذ طاهر تقييما بهذا الاتجاه، ولكن لو أن الأستاذ طاهر شاورني سلفا كنت سأقول له ثق أن النواب لن يأخذوا إلا الموقف الصحيح. طبعا النواب أنا لا أستطيع أن أنطق باسم مجلس النواب كله، وهناك ثلاوين داخل مجلس النواب، هناك بعض النواب وعفوني من ذكر الأسماء يعني عليهم يعني نواب عليهم على الإعلام على الإعلام وعلى كل شيء شايف هذا، ولكن أعتقد أن هناك أغلبية اختبرت في غير مناسبة. إذا بدي أحكي عن لجنة التوجيه الوطني، نحن بالإجماع في لجنة التوجيه الوطني داخل مجلس النواب التقينا مع نقابة الصحفيين والتقينا مع المواقع الإلكترونية وقلنا لهم يا أخوان نحن مع الحرات، عندما هوجمت بعض المواقع الإلكترونية، عندما حجب موقع إلكتروني موقع أعتقد عمون في حينه يعني في غير مناسبة إعلامية، نعم، في قضية الـ ATV كنا نعقد لقاءات مع الإعلاميين ونقول نحن منحازون 100% لحرية الإعلام، لن نقوم بأي خطوة طيب تجاه الإعلام إلا بالتشاور مع الجسم الإعلامي إحنا والصحفي. إحنا تجارب مع مجلس النواب ممكن نحكيها معهم، لكن اسمحوا لي أخذ اتصال هاتفي من الدكتور فيصل الرفوع. دكتور فيصل مساء الخير. مساء الخير. الاتصال هاتفي طبعا جاء من طرفك وليس من طرفي. نعم يا سيدي. نعم الله يبارك فيك. ولنا الشرف بذلك دكتور فيصل. وانا كمان لي الشرف ان اكون معك. الله يسعدك دكتور فيصل. كيف تقرا استقاله الوزير طاهر العدوان اليوم؟ بدايه لسوء حظي ان لم اطلع على نص استقاله معالي الوزير طاهر العدوان، لكن نحن نعيش في جو من الحريه والديمقراطيه، واعتقد بان من حق مع الوزير أن يبدي في رأيه فيما يتعلق بهذا الأمر،
يمكن لسببين خاصة معالي الوزير طاهر العدوان. هو أول شيء من ركائز الصحافة في هذا الوطن وإعلامي متنور وابن هذا الوطن، وله وجهة نظر فيما يتعلق ببعض الأنظمة والقوانين التي قد تمس مهنة الصحافة، حيث أنه من الجسم الصحفي معالي الوزير طاهر العدوان. فأعتقد يمكن أنا كما أسفت لم أطلع على نص الاستقالة، لكن يبدو أنه معالي الوزير رأى بأنه يعني قارن بين موقعه كوزير وبين جذوره الإعلامية والصحفية، وبالتالي ارتأى نتيجة كما أسلفت للجو الديمقراطي اللي بنعيشه والحراك السياسي، ارتأى بأنه من مصلحة ومصلحة الوطن أنه يستقيل ويدع الفرصة لوزير آخر لمسؤول آخر. دكتور فيصل اسمح لي دكتور، الوزير العدوان استقال بسبب قانون المطبوعات والنشر اللي من شأنه أن يغلظ العقوبات على الإعلام. نعم. هذا سبب الاستقالة. هل ترى مبررا هيك؟ أعتقد في بداية للوزير الحق أن يستقيل أو أن يبقى، هذا معروف، لكن فيما يتعلق بتغليظ العقوبة على قانون المطبوعات والنشر وإعادة تأهيله بطريقة أخرى كما تراها الحكومة مناسب وكما تتفق، ما لا يعني لا اعتقد لان مجلس النواب سيوافق على قانون يستطيع ان يحد من حريه الصحافه والاعلام وان يتناقض مع مبدا جلاله الملك والذي قال بان حريه الصحافه هي حدودها السماء. لكن يجب ان نتذكر بان كذلك حريه الوطن ومصالحه الاساسيه والحيويه والامن الوطني والامن القومي كذلك يجب ان تكون حدودها. يعني انت دكتور مع القانون الجديد؟ أنا لم أطلع على القانون الجديد أخي الكريم، بالعكس أنا كاتب صحفي يمكن أزعم بأني من الجسم الصحفي في جيت الرأي كل أسبوع من سنوات طويلة، لكن أنا مع الحرية المسؤولة التي تراعي مصالح الوطن وفي نفس الوقت تراعي مصالح القلم وحريته وأفق الذي نعيش فيه، خاصة في يعني ربيع الثورات العربية في هذه الأيام. طيب كل الشكر لك يا دكتور فيصل، ونحن بدلنا بالاتصال بك وشكرا لمداخلتك. ضيوف الكرام اسمحوا لي بفاصل قصير بنرجع بنكمل فيه حوارنا. مشاهدينا اهلا بكم مجددا، واسمحوا لي ضيوفي بعض التعليقات عبر الفيسبوك. سامر سلطان بيقول انا من منظوري انه استقالته الان لانه في فساد واضح ويبدو انه طاهر من الفساد. مهند علي يقول اعتقد ان الاستقالات لها احدى الوجهين واحلاهما مر، اما انها وزاره تتغلغل فيها الفساد او ان الفساد لا يروق لوزراء نظيفي اليد احدهم العدوان قرروا الاستقاله. محاسن حمسة تقول الحمد لله يوجد وزير بتصرف صح ويخرج من الوزارة بريحة طيبة. محمد عالم بيقول ذكر العدوان في نص استقالته بأن هناك إصرار من داخل الحكومة أو ضغوط تمارس عليها، السؤال من أين تأتي هذه الضغوط؟ حقيقة هاي ملاحظة مهمة. ممكن أستاذ ماهر، ورد بالنص أن هناك قوة شد عكسي تسحب الإصلاح للخلف تجر البلاد للخلف، ماذا قصد الوزير؟ كان في طبعا الوزير العدوان هو اتهامه مبني شكلا، طبعا مبني شكلا للمجهول، ولكن يمكن ترجمة هذا الاتهام واكتشاف الفاعل المبني للمجهول في هذه القضية. من الفاعل؟ هناك الفاعل يعني هناك قوى محافظة طبيعة الحال، حتى رئيس الوزراء نفسه في مرحلة ما كان يريد الإصلاح خلال 30 عام، هو اقتنع مؤخرا بسبب تداعيات الإقليم أن الإصلاح يجب أن يكون أسرع. ولكن علينا أن نعترف نحن أن الوزير طاهر العدوان لديه رؤية إصلاحية تختلف حتى عن الذي رأيناه من إنجاز الحكومة خلال الفترة الماضية. يريد تغييرات بشكل مختلف تماما، هو لا يؤمن بالبلطجة ولا يؤمن بالاعتداء على الناس ولا يؤمن بسجن الصحف ولا يؤمن بالغرامات المالية الكبيرة التي تم إيرادها في قانون المطبوعات والنشر الجديد. وهو أيضا من الواضح أنه يخشى على رصيده كثيرا، لأنه له رصيد نخبوي ورصيد شعبي في البلد وله تاريخ سياسي محترم لا يستطيع أحد أن يغمز من قناة رصيده. ولذلك هو لم يكن مسكونا أيضا بقضية الرصيد الشخصي، كان مسكونا أيضا بقضية الشأن العام الذي يخص الأردن. ولذلك الحكومة تدرك أن هذا الرجل استقالته أخطر من استقالة الوزيرين، ولذلك المحاولات جارية كانت منذ ظهر هذا اليوم ولا تزال حتى اللحظة هذه اللحظة على يعني هناك محاولات لثنيه عن الاستقالة، لثني الوزير عن الاستقالة. وأنا أعتقد يعني أنا أتمنى له أن يعود، ولكن أعتقد أنه لن يستطيع أن يعود. أنا إذا قرأت نص ما كتبه على صفحته في الفيسبوك هو رفع السقف كثيرا ولا يستطيع أن يعود، وحتى الكلام عن اشتراطاته بسحب القوانين الثلاثة من مجلس النواب حتى يعود هو كلام غير دستوري، لأن القوانين
القوانين وردت بإرادة ملكية سامية. نعم. بإرادة ملكية سامية ولا يمكن سحبها لأجل الوزير. اسمح لي حتى أميز بين بس إذا سمحت لي، ولكن أنا بحب أشير لنقطة كثير مهمة سواء هذه اللي ننتبه لها. إذا خلينا نحكي بس معلش عشان ما نخرج بس هي عشان ما تضيعش اللي هي موضوع الإرادة الملكية السامية، إدراج القوانين إدراج الملكية السامية. في الحقيقة إدراج قوانين على جدول أعمال الدورة لا يعني بالضرورة أن يناقش ممكن وغالبا صحيح. تدرج قوانين تدرج 30 قانون يتمكن المجلس من إنجاز 15 قانون. إذن أنت مع ممكن مع فرضية التجميد وليس السحب اللي بيحكوا فيها تجميد. ملاحظة ثانية، مشروع القانون الذي أدرج على الدورة لم ينجز بعد، يعني فيش بين إيدينا قانون مطبوعات ونشر جديد. هذا المشروع ما هو ابن أيام، ما وصل نسخة، ما وصل نسخة غير أنه جاهز. صحيح، بمعنى إذا كان لديك أنت توقعات، يعني مثلا مدرج على هذه الدورة تعديل أو نظام جديد لمجلس النواب، نظام داخلي. نعم، نظام داخلي جديد لمجلس النواب. فيش نظام داخلي جديد لمجلس النواب، ما زال قيد الطبخ في لجنة استشارية عم تدرسه، وبجوز تأخذ لها كمان أسبوع أسبوعين زمان حتى تخلصه، ولكن تحسبا لأن هذا القانون يمكن أن نريد إدراجه لاحقا يدرج. فقانون المطبوعات المفترض أدرج لأنه في رغبة ما بأنه بدنا نعدل الأمور في موضوع رغبة ما من من؟ يعني رغبة ما هي عامة، فخلينا نحكي بكل التفاصيل. تدخل على هذا الموضوع؟ لا، من دون ما ندخل على الموضوع، رغبة ما أنت قلت رغبة ما وهناك طيب. يعني نرجع لها بس أنا أسمعك رغبة ما من يرغب بإدراج هذا القانون على الدورة الاستثنائية؟ شوف هو نحتاج بصراحة أستاذ لا كويس يعني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه شو اللي بقول، ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال أن أنت شيخ الشيء عليه، فبعض الأمور ربما لا تقال، ولكن أنا أريد أن أستشهد بما قاله الأستاذ طاهر هون أنه يعني عمل مع طاقم الدكتور معروف البخيت. نعم. الذين خبر فيهم الوطنية وصدق الانتماء والإرادة في الإصلاح ومواجهة الفساد، وبالمناسبة على الفيسبوك في حكي عن الفساد في الحكومة، والله حرام، يعني هذه الحكومة ربما نظيفة تماما. تعليقات مشاهدي رؤية يعني لا يوجد فساد في هذه الحكومة، هكذا أنت ما تقول. نعم، إنه نظلم الحكومة هذه أعتقد أنه هذه الحكومة ما فيها. خالد شاهين برا الفساد. خالد شاهين مش من الحكومة، مش من الحكومة هاي. خالد شاهين مين وقع قرار خروجه؟ مين وقع قرار خروجه؟ الحكومة. الحكومة هلا في هاي اللي في قمع كثير صراحة، سوء قرار يعني. أنا سوء قرار، لكن أنا إحنا نتحدث الآن، أنا معك هو سوء قرار أو غيره، يعني لجنة التحقيق ستأخذ. أنا بضمير لدي القناعة أن دولة رئيس معروف البخيت ليس فاسدا. نعم. وليس مفسدا أيضا. نعم. يعني ومعظم ما أعرفهم من الوزراء ليسوا فاسدين ولا يتلقوا رشاوي ولا يشتغلوا بالبزنس. طيب. هذه حقيقة. طيب. لكن هون اسمح لي أقول، لكن يبدو هذا على لسان الأستاذ طاهر العدوان أن قوى الشد العكسي وأنصار الفساد والمفسدين ومظل لهم الصوت العالي والقدرة على إجهاض كل إرادة وطنية مخلصة وصادقة، في قوى الشد عكسي الآن قوى الشد. أستاذ جميل، أنا بديت تسمح لي واسمحوا لي أني أنا قطعتك، لكن يعني كثيرا ما سمعنا عبارة قوى الشد العكسي في الفترة الأخيرة. الشارع يعني ملة من عبارة هناك قوى شد عكسي. من هم قوى الشد العكسي اليوم اللي إحنا ممكن كشارع نواجههم وكإعلام نحارب؟ أنا أقول لك ربما الأغلبية من القوى النافذة في البلد، يعني بتحكي مسؤولين سابقين إلى آخره ومراكز قرار بعض ما هنا وهناك وفي مختلف المواقع مؤثرين ويؤثرون في القرار، يعني أحيانا تنسق حملة في موضوع معين تطيح بموقف تقدمي ما كانت الحكومة على وشك تأخذه. الآن رئيس الحكومة قديش بتأثر أحيانا، ليس رئيس الحكومة مش دائما بهذه القوة والتماسك أن يواجه القوة، لأنه أحيانا هو أيضا بشر ويعتقد أنه ربما خطأ أو هيك، يعني لا تستطيع أن تقود الناس بالسلاسل إلى الجنة. فإذا كان في تتبلور قوى ضاغطة جو عام باتجاه معين، على سبيل المثال نأخذ في هذه القضية، في الآونة الأخيرة بدأ يتبلور وجهة نظر، وإن سمعته أمام سيدنا كانت تحكى بقوة بل بما يشبه الإجماع. نعم. من بعض الناس اللي بحضروا اللقاءات
الحديث عن الناس اللي بيهاجموا بالسيئة للشخصيات والتعرض للأعراض واغتيال الشخصية، وأنه هذا ما بصير يا عم البلد، الاستثمار خرب، ما بصير نخضع. نعم نعم. طيب جلالة الملك لما بسمح لحق بقول يا أخوان حطوا لنا شيء يردع وذكر على وذكره الملك جلالة طيب الملك في هل هذا نعم. يترجم بمشروع قانون في الواقع يعني قد يمثل خطرا على الحريات الإعلامية. أنا بصراحة في قاعدة مع جلالة الملك لرؤساء اللجان تحدث عن الموضوع، قال هذا موضوع مقلق وما بنقدر نتركه هذا الحملة، ولكن حذار كمل من التعرض للحريات الإعلامية، ما بدنا بأي صورة من الصور أنا. يعني بدنا المعادلة ردع حماية الناس وحماية الحريات الإعلامية، هاي المعادلة. الآن عندما يترجم وجهة النظر هذا هذا هذه الرغبة إلى قانون بزرق فيها التعدي على الحريات الإعلامية أو ما يمكن أن يخنق الحريات الإعلامية، لأنك أنت بتعيد القرار إلى السلطة التنفيذية ربما، على سبيل المثال المواقع الإلكترونية هلا في شكوى لا تستطيع أن تتجاهلها من أنه يعمل أمور فالتة، في حوالي 100 وكذا موقع، كل واحد بيعمل له موقع وبكون دخيل على الصحافة والإعلام، بس بيعمل موقع إعلامي وبصير منصة يطخ على العالم بالطول وبالعرض ولا إشي بردعه، وبصير في عمليات ابتزاز. أمام هذا الوضع شو بدك تقول فورا؟ أنه والله لازم نلاقي تشريع أو صيغة كلام تمنع هذا طيب. الكلام بس هذا ممكن يكون طيب. مدخل للتضييق على الإعلام. كلامك جميل جدا أستاذ ماهر. طيب وزير بحجم طاهر العدوان بمعرفته الصحفية والإعلامية كان ممكن يكون أكثر تأثيرا لو بقي في الحكومة في تعديل بنود هذا القانون، بحيث أنها تصير لا تمس الحرية ولكنها تحاسب بمسؤولية من يخطئ. إذا عندنا يعني انفلات بدنا نحاسبه برضو. لا صحيح، ما في حدا ضد محاسبة الانفلات، ولكن أنا حكيت لك قبل شوية الوزير يعبر عن موقف جزء منه شخصي وجزء منه عام. الجزء منه شخصي أنه بوغت وفوجئ بإدراج القانون على جدول الدورة الاستثنائية، وأن القانون نوقش مرتين في مجلس الوزراء ولم يقر، فشعر لربما بمساس لوجوده كوزير الإعلام، وشعر بالخداع، وشعر أيضا أن الحكومة على مشارف معركة مع الوسط الصحفي، وهو سيكون في الواجهة، وكما قال الأستاذ جميل سيكون مضطرا للدفاع عن قانون ليس من إنتاجه. لاحظ القانون ليس من إنتاجه، فبوغت بالقانون مثله مثل غيره. هذه نقطة. كثير من الوزراء بيقولون ما بعرف إنه قانون. لا أيوة، وأيضا وزراء آخرين فوجئوا بالقانون. أنا أعتقد هو فيها دفاع عن كرامته الشخصية ودفاع عن كرامته كوزير وكشخصية إعلامية. ولكن علينا أن نتنبه اليوم أننا يعني السيناريو الذي تحدث عنه الأستاذ جميل، يعني سيناريو أيضا بالمناسبة فيه نقاط ضعف، أن يأتي القانون ويتم تجميده بمعنى تمويته أو الوصول إلى جسور تفاهم مشتركة، أيضا هذا سيناريو التفاف. كان الأصل أن تقر الحكومة القانون على طريق بلجنة التوجيه الوطني، بينادوا الوسط الصحفي، بيحكوا مع النقابة، بيحكوا. لا أنا ما بتبنى هذا السيناريو. لا لا، أنا بحكي لك شو الاحتمالات. الاحتمالات إنه ولكن إنه لاحظ الآن أن الطاهر العدوان اللي هو زميلنا أستاذنا أيضا، سواء استقال أو تراجع عن استقالته أو بكرة راح داوم بالرئاسة أو أصر على استقالته، وضع الحكومة ومجلس النواب والصحافة في مثلث مواجهة. الآن دخلنا نحن على مشارف معركة، حين يتم تسريب معلومات أن الغرامات في قانون المطبوعات والنشر تصل إلى 50,000 وبالغ مرتفعة، وأن شخصا كطاهر عدوان يرفض هذا القانون لاعتبارات كثيرة، هو قال للوسط الصحفي استعد، هناك معركة مقبلة على الطريق. هلا الوسط الصحفي كما بتعرف وبيعرف الجميع فيهم أنواع وأشكال، إشي صحافي مطبوعة، إشي إلكتروني، إشي تلفزيون، إشي بيقبل إشي ما بيقبل، إشي بتضرر إشي ما بتضرر. فهو لربما اطلع، بالمناسبة أيضا أنا لا أعتقد أن القضية لها علاقة بس بالم مبدأ، لربما اطلع على نصوص خطيرة، ولربما هو بسبب معرفته أن النواب مع احترام الأستاذ جميل مرة ثانية لن يكونوا قادرين على رد هذا القانون، لأنه يعرف أن النواب أنت بنفسك قبل شوية بتقولي عليهم عليهم معهم معهم في أغلبهم صح؟ مش في، لا ما في أغلبهم، لا ولا بنصهم، ربعهم يا سيدي، لا لا مجموعة ضئيلة منهم، مجموعة ضئيلة مجموعة ضئيلة. بس ما هو طيب. في إرث للنواب، بخلي واحد زي طاهر العدوان لا يراهن كثيرا على قدرة هؤلاء النواب. ما الإرث اللي تحدث عنه عشان نكون واضحين؟ الإرث السلبي من عدم بلورة مواقف لصالح الناس في كثير من الحالات. من لكن مجلس النواب الفترة الأخيرة مش أخذ مواقف كلها شعبية حتى لا لا، أنا بعتقد إنه الاختبار الأهم أمام مجلس النواب، وأنا لا أحرض النواب، هو ملف الكازينو، ملف بدناش نطعم الموضوع إحنا، ولكن بكرة إذا النواب. طيب اللجنة قليل اللي عملته؟ اللجنة ما عملته قليل، بس إحنا راح نكتشف في الجلسة الأولى ما الذي سيفعله. إذا حاول ودوه على لجنة تانية وطبطبوا ودفنوه علشان يروح لبعد الدورة الاستثنائية، سوف يسقط مجلس النواب سقوطا نهائيا،
وأنا بقول لك مصلحة النواب اليوم أن يستردوا شعبيتهم وصورتهم وما يطبطبوا على مصالح الناس، وما بدنا منهم لا يكونوا ضد الحكومة ولا مع الحكومة. طيب. يا أخي بس مارس دورك، دورك الرقابي والتشريعي كما هو كما هو توصيف الوظيفة في الدستور. اسمحوا لي أستاذ جميل، ببين في ملف الكذب. اسمحوا لي، مصادر رؤية تؤكد الآن بأن الوزير العدوان مصمم على استقالته رغم طبعاً كل الضغوط التي طبعاً يعني يشهدها ومورست عليه. إشي طبيعي، إشي طبيعي. لا، وهو بانتظار إرادة ملكية بقبول طبيعي الاستقالة. يعني أنا ما بدي أخطف الكلام من لسانه كل، بس إشي طبيعي، لأنك إذا تقرأ النص المنشور على الفيسبوك الذي حمل نقدا هائلا لقوى الشد العكسي ولقوى ظلامية ووصل إلى مدارات عليا في النقاش وفي الكلام، هذا كلام لشخص لا يعود عن استقالته أبدا، لا يعود. ولو هو لديه دليل واحد على أن هناك احتمالا واحدا للوصول إلى حل وسط أيضا لما لتراجع عن استقالته، وهو أيضا يدرك بإحساسه السياسي والصحفي وليس انتهازية، أنا يعني أنزه صراحة على الانتهازية، لكن يدرك أن مركب السفين مركب الحكومة في طريقه إلى الغرق سواء تحت وطأة الكازينو أو بعد الدورة الاستثنائية. أستاذ جميل، أليس شعبيا هناك وضع صعب للحكومة؟ ونيابيا أيضا هناك تلويحات بأن وضعها صعب. نعم، وضع ممكن الحكومة يكون صعب شعبيا ونيابيا وإعلاميا. وأستاذ جميل، الآن مع استقالة العدوان ليس حتى الخطة الإصلاحية للحكومة باتت مثار شك وعلامات استفهام؟ كويس. هو في مأزق أمام الجميع. خليني أبدأ من مجلس النواب. من هنا مجلس النواب خلال الفترة الماضية أظهر إرادة سياسية بالانحياز للشعب وللحريات وللإصلاح في كل قضية طرحت أمامه. هو رد، خلينا نبدأ بشيء مهم جدا من جاله، وهو الإصلاح الإداري وإنهاء الممالك المستقلة أو الجمهوريات المستقلة أو الإمبراطوريات المستقلة، المؤسسات اللي كلها امتيازات وخارج عن تتحدث عن إعادة الهيكلة. إعادة الهيكلة إعادة الهيكلة من أعظم الخطوات اللي جرت في البلد. هاي للحكومة، شو علاقة البرلمان؟ ليش أحسبها للبرلمان؟ لا مش للبرلمان. أنا بحكي بحكي عن الشيء أجندة البلد الإصلاحية والتي هذه الحكومة جزء منها. الحكومة عملت هذا الشيء، وهذا كان يا سيدي من مطالب نيابية. صحيح، ما اعترف النواب وجدوا يعني من تابع خطابات النواب كلهم كان في موقف نيابي كاسح ضد المؤسسات المستقلة، مش كلها ولكن التكاثر ثم بروز الامتيازات تحولت إلى غابة من الفروقات والامتيازات لكل مؤسسة على حدة. وهذا ظهر لما عملت إعادة الهيكلة، صار في عنا ثورات في كل مؤسسة من الناس اللي صار عندنا تراجعات نيابية أيضا. لا أنا بقول لك النواب بنفس النسق، احنا بنحكي يعني عشان نحكي بوضوح، النواب اللي آخر موقف، أنا حضرت آخر اجتماع يعني للجان المختصة وشو الموقف اللي تم بلورته مع الوزير المعني، مع وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت. قلنا احنا مع واعلننا دعم لخطه اعاده الهيكله، ولكن هناك اصحاب الرواتب المتوسطه اللي هي اعلى من معدل رواتب ديوان الخدمه المدنيه، نظام الخدمه المدنيه. يعني اللي راتب يعني بديش ادخل في تفاصيلها انا حقيقه، لانه لانه حقيقه الموضوع طويل وممكن بده حلقه مستقله، بده حلقه مستقله. الاصلاح هل ضرب باستقاله العدوان؟ الإصلاح الحكومي أقصده بتحديده، هل استقالة العدوان ضربة للخطط الإصلاحية للحكومة؟ نور عليك، وصلتنا بالضبط للبنية. أنا أخشى على الإصلاح من هذه الاستقالة وسقوط الحكومة. ما البديل؟ ما هو المطروح؟ هاي عليها علامة استفهام كبيرة. أنا كنائب إصلاحي وك يعني جزء من الرأي العام تقدر تقول والإعلامي كمان، أنا بهمني الإصلاح وأن يمضي قطار الإصلاح بزخم وقوة. لدينا مشاريع قوانين، لدينا إجراءات في برنامج محدد واضح من الآن إلى نهاية العام. ما مصير هذا البرنامج؟ أنا أخشى أننا أمام عملية خلط أوراق، تسقط الحكومة، ندخل في نفق نشوء حكومة جديدة، سباق على المناصب الوزارية، ثم تنشأ حكومة لا ندري. بس كمان ما هي وجهة كلامك يعني يعني هو أنا ما بتهمك طبعا، بس في اتهام ضمني وكأنه يعني طاهر العدوان لا يعرف أن هذه نتائج استقالته. أنا سأسمع رأيك، لكن سأسمع رأيك في هذا الموضوع. أنا لا أعترض ولا لدقيقة واحدة على استقالة العدوان. استقالته مبررة وفي مكانها وصحيحة. صحيح. طيب. المشكلة يا سيدي أنه في البلد في خطيرة.
شو ردة الفعل الآن على مشروع الإصلاح؟ أنا بقدر اسمح لي أنا سأسألك لكن وأسمع رأيك زي ما سمع رأي أستاذ جميل. لكن بعد بعض التعليقات على الفيسبوك عهد دهسات بيقول العدوان يشهد له بالنزاهة والمهنية من خلال استقالة العدوان تحذير من الاستمرار بالانجراف وراء قوى الشد العكسي الذي يعني ضد الإصلاح الحقيقي، كما أنه يعرف أكيد أنه ما لا نعرفه نحن. يجب التركيز على هذه النقطة، أن الوزير مطلع بالتأكيد على بعض الملفات اللي إحنا غير مطلعين عليها. ممكن أستاذ جميل مطلع عليها، إحنا مش مطلعين، لكن هي تعود لكم هذه النقطة. هل فعلا العدوان مطلع على بعض الملفات الخطيرة اللي من أجلها قدم استقالته؟ ليث جنيدي بيقول حكومة البخيت يتغلغل فيها الإصلاحات الملكية في المملكة وتضع نفسها في مع قائمة المصلحين، هي ليس لها يد في الإصلاح في هذه الفترة. محمد خير بيقول هل يعتقد سعادة النائب أن جزء من النواب من قوى الشد العكسي؟ سأتركك تجيب على هذا السؤال، لكن بعد ما أسمع رأيك أستاذ ماهر، هل ضربة حقيقية استقالة العدوان من حكومة البخيت للإصلاح في هذه الحكومة؟ لا أنا بختلف تماما أستاذ جميل، هو ضربة للحكومة وليس ضربة لملف الإصلاح. ملف الإصلاح قرار على مستوى أعلى من الحكومة، ولذلك لو سقطت الحكومة مثلا لا سمح الله طبعا وإجت حكومة جديدة بدها تنفذ نفس الاجنده، لانه هذا برنامج للدوله وليس برنامج للحكومه. يعني انا بكره اذا بدي اكتشف والله انه هذا كان برنامج للحكومه وراحت الحكومه وكل شيء فرط بعد الحكومه، يعني هذا قمه المهزله. ولكن التاكيدات على لسان الملك وعلى لسان مرجعيات عليا في الدوله ان هذا الملف ملف دوله ومحسوم، ولذلك اذا كانت استقاله الاستاذ طارق عدوان ضربه لاحد فهي ضربه بالتاكيد ضربه للحكومه، وضربه بالمناسبه توقيت في غايه السوء. ويعني خلينا نكون احنا نسال حالنا سؤال كثير مهم، لماذا لم يعطي جلاله الملك الحكومه حق التعديل وتعيين وزراء بدلا من وزير الصحه ومن وزير عين وزيران مؤشر سلبي للحكومة. لا مؤشر سلبي، وانا سالت احد المسؤولين في الدوله وقال لي هذه رساله للبخيت بالحكاها باللغه الانجليزيه انها نوت انف، الذي فعلته نوت انف يعني ليس كافيا. ولذلك احنا اليوم لازم احنا نفكر كثير، هل سوف يمنح البخيت حق تعديل وزاري؟ بالمناسبة إذا خلال الأيام القليلة المقبلة لم يحدث تعديل وزاري فهذا يعني أن الحكومة تعود ساعتها إيش الأخير. أنا أعتقد أن الضربة ولكن بطبيعة الحال تعد ساعتها الأخيرة من استقالة وزيري العدل والصحة واستقالة السورة الموجودة طبعا في الأوراق ضعفت كثير وداخلي على مأزق كثير أمام مجلس النواب، بالذات النواب اليوم. يعني هو انا ما يعني طبعا والله كل الاحترام بنهايه المطاف لكل شخص اردني سواء كان نائب او وزير، ولكن يا سيدي النائب يريد ان يستعيد ما لحقه من تاثر بسبب شعبيته، والنائب الذكي اليوم لا يفرط بدوره خلال الدوره الاستثنائيه هاي تحديدا، لانه امامنا ملف مثل ملف الكازينو. حتى انا ما اشد في الكلام اللي بدي احكي لك اياه كثير مهم، اليوم الحكومه في وضع صعب جدا يمكن عند في ذهنيه صاحب القرار. طب انا اذا خليت ملف الكازينو حيوي وما تم دفنه، احدى السلطتين راح تسقط يا سيدي. اذا النواب لفلفوا الموضوع راح يسقطوا شعبيا، والسقوط المروع والاخير ليس واردا. لفلف خليني اكمل 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 الله يخليك اكمل ليس واردا. لا ممكن اللفلفه ممكن تصير، احكي لك كيف مع احترامي لك. والله يحاولوا على لجنه قانونيه يقعدوا لي شهرين يبحثوا ويروح لبعد استثنائيه بنروحنا للدوره العديده شهر 12. انا بقول لك انه اذا لكم هناك دوره استثنائيه ثانيه استاذ خليني اكمل اذا سمحت لي. هلا احدى السقوط اذا حددت جلسه لمناقشه ملف الكازينو وقراءه قرار الاتهام مباشره وبدء النقاش احدى السلطتين راح تسقط، اذا النواب طبطبوا راح يسقطوا، واذا الحكومه الامر تم للاخير الحكومه سوف تسقط. السؤال اليوم احنا امام محنه الوقت والتوقيت، محنه الوقت والتوقيت، ما الذي سنفعله على مستوى عالي في الدوله لفك هذه العقد والالتباسات؟ استقالة طاهر العدوان جاءت ضربة إضافية للحكومة ولكن ليست على أرضية انتهازية، ولم تكن موظفة لصالح مركز قرار معين في الدولة، ولم تكن فاتورة بعثت لأحد، ولكن هي فاتورة ضمير من طاهر العدوان في توقيت حساس، ولا بد أنه استشعر أشياء كثيرة جعلته غير قابل للاحتمال. أنا بدي نقطة واحدة، ملف الكازينو في مجلس النواب، استقالة طاهر العدوان وهناك وزيرين مستقلين أصلا من الحكومة، الحكومة وضعها مكركب، رئيس الوزراء احد المنوطين في هذا الملف واحد يعني اسمه مدرج في الملف، لن اتحدث بغير ذلك. اليس اختبارا فعلا سيسقط احدى السلطتين، اما سلطه مجلس النواب او الحكومه؟ لا يا سيدي، هذا اختبار تسقط فيه سلطه واحده الحكومه مش مجلس النواب، لانه مجلس النواب هو السلطه التشريعيه التي تدوم الى ان يحل المجلس، وحل المجلس له السقوط يعني ليس بالحل، معلش السقوط الشعبي السقوط الشعبي مزبوط. مجلس النواب انا ما بعتقد انه، لانه ابتداء طلب ملف الكازينو وفوض لجنه بالتحقيق في الموضوع، ووصلت اللجنه الى قرارات
والمجلس سوف يتخذ الاستخلاصات المناسبة في ضوء خلال كم ستسقط الحكومة أيوة بمعنى ذلك خلال كم بس إذا هربوا إذا هربوا على الآليات الفنية وأنا بحكي لك من هلا لا 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 في اتصالات بدهم يضبوه في اللجنة القانونية اسمح لا دقيقة تفضل ما هو هذا التلويح بال يعني المسبق بالاتهام لمجلس النواب أنت ذكرت عبارة كثير مهمة مش عادل ستسقط إحدى السلطتين والحكومة ستسقط هذا الكلام وارد خلينا احكي لك السيناريو الصح العملي والعلمي نعم امام الدوره الاستثنائيه مجموعه ملفات الان من حيث الاولويه شو اول بند على جدول اعمال انا بعتقد في عندنا ثلاث قوانين يجب ان يبحثها فورا يبدا بها مجلس النواب اللي هي قانون البلديات وقانون نقابه المعلمين وقانون المالكين والمستاجرين هذول أولوية في المجلس نعم أولوية الآن في إمكانية عشان نرد التهم اللي بحكي عنها الأستاذ مهر إنه تبدأ أول نقطة على الملف الكازينو ما حتبدأ كويس لا كويس إيش راح تعملوا طيب أنا شخصيا إذا بتقول راح تطلبوا من الحكومة تحديد موعد لفتح التقرير وتلاوته ولا تودوه على اللجنة القانونية عشان تبحثوا ونروح لنا شهرين هون يا أخي ليش أنت بتفترض نروح لنا شهرين لأنه هيك في نواب يعني أنا بدي أسأل أخوي إذا أستاذ جميل اسمح لي عادة اسمح لي أستاذ جميل في هذه الدورة هل سيفتح ملف الكازينو ويسقط الحكومة أم لا؟ بإجابة نعم أو لا الملف إذا فتح سيسقط إحدى السلطتين اتفقت أنت وأستاذ ماهر عادي اسمح لي أقول لك تفضل ملف الكازينو إذا فتح بدنا نشوف شو تقرير اللجنة كويس. وتقرير اللجنة هون احنا كنا مبارح لسه في نقاش قانوني دستوري سياسي حول معنى اللي وارد فيه يعني هذا الملف يدين الحكومة طيب اذا ادان الحكومة شو الاجراء القانوني من ممكن المجلس يدين الحكومة السياسية بس هذا لا يترجم الى شيء قانوني محدد مجلس النواب اسمح لي يا استاذ ماهر معلش ايش يعني ادين الحكومه بس ما بترجمه يعني بسامحك لا دقيقه دقيقه في طيب. في هنا شان دستوري كويس المجلس النواب يوجه الاتهام للوزراء ويحيلهم الى القضاء معي جميل كويس. المجلس يوجه الاتهام لافراد لاشخاص لانه ما في جدوى توجه الاتهام للحكومه طب ما في وزراء موجودين سياسي يا سيدي مجلس النواب رد موازنات عارف انه القيمه العمليه لرد الموازنة موازنة سابقة 2008 و2009 نعم. قيمته صفر أنجزت الموازنة طيب وجهت اتهام سياسي للحكومة ليس له ترجمة قضائية إجرائية الترجمة القضائية الإجرائية هي لأشخاص بتقول طيب. يوجه المجلس الاتهام إلى دولة الرئيس معروف البخيت بتحوله على المحكمة طيب. إلى الوزير الفلان طيب. بتحوله طيب. على المحكمة انت تحوله على المحكمة وبتظل انت وهو يبقى في منصب الرئيس فورا بالثقيل انا سؤال اخير أنا لك والاستاذ خليني اعلق على كلامه لكن انا بدي اسال سؤال قبل ان اعود للاستاذ ماهر هل تعتقد ان الحكومة سقطت قبل الدورة الاستثنائية ام انها ستسقط بعد الدورة الاستثنائية أنا بعتقد أن الحكومة يعني تعد الوقت وأنا مع أن نتركها تعد بعض الوقت إلى أن نحدد البديل أستاذ ماهر نعم أنا يعني أكاد لا أختلف معه ولكن يعني زي استقالة الأستاذ طارق عدوان عمل التسارع أكثر من السيناريو اللي هو إيش عد الوقت بشكل طبيعي وأعتقد أنه وضعها في غاية الصعوبة وإحنا مش هوايتنا ترحيل الحكومات ولكن صار الوضع صعب جدا ولربما بالمناسبة يعني بعض الجهات تأتي وتفتي إنه خلينا إحنا نتجاوز مصيرش مواجهة جوا المجلس بين الحكومة والنواب مواجهة تمت الآن خلص تمت يعني على مشارف معركة كبرى بين الصحافة والنواب والحكومة طيب. وكل الأطراف يعني أنا بدي أشكركم كل الشكر أستاذ جميل أستاذ ماهر شكرا ونلتقي قريبا أعتقد الدورة الثانية ستكون حامية جدا مشاهدينا ابقوا معنا بعد فاصل قصير نعود للحديث حول ملتقى الشباب في البحر الميت شكرا يعطيك العافية